أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجبهة الوحيدة التي أوكل لها الدستور المصري كل شيء يتعلق بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية. وفي تصريحات له أضاف رشوان أن الدستور المصري حدد بشكل واضح المواعيد الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية والخطوط الرئيسية لإجرائها، لافتا إلى انتشار بعض الأقاويل والكثير من الأكاذيب حول وجود انتخابات رئاسية مبكرة في مصر.